هذه الحرب لا تزال مستمرة، وبالتالي نحن نستمر في العمل في هذا الموضوع إلى جانبكم بالاحترام الكامل للسيادة العراقية وفي إطار التحالف الدولي. ولكن هذه المعركة لم تنتهي. التحدي الثاني هو تحدي التدخلات الخارجية العديدة، إن كانت بدأت منذ سنوات أو إن كانت بدأت هذه التدخلات مؤخرا. في بلدنا يواجه كل هذه التحديات التي ذكرتموها، وهذه التدخلات الخارجية يمكن أن تضعف حكومتكم ودولتكم ومصالح الشعب العراقي. أنتم سيادة الرئيس، دولة رئيس الوزراء، الحكومة ومجمل المسؤولين الذين سألتقي بهم في الساعات المقبلة، كلكم عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية، وأعتقد أن هذا المشروع وهذه الإرادة في البناء، بناء سيادة عراقية تحملونها أنتم، هذا مشروع هام جدا للبلد وللمنطقة. وبالتالي قلت اليوم وكررت التعبير عن إرادتنا في الدعم الكامل لهذا المشروع، إذ من شأنه أن يعزز الدولة العراقية بكافة مكوناتها، ولأن عندكم الإرادة في تطبيع وهيكلة القوات المسلحة، ولأن عندكم إرادة في تنفيذ سياسة حازمة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية.